باس 340 و 341 كتفسير القرآن دي سورة 22. ألم ترى يا لأن الله أن الله سخر لكم كنكون التندم ما في الأرض كنكون كليدي والفلك إلاد دين تجريد دوغا في البحر كندر بحر بيامري يامرور مكو ويمسك السماء مجوغتي أسمان أن تقع في وطوين على الأرض هور ليدين دين إلا بإذن سونار كويدون يامكو إن الله أن دين الله بالناس يمبين لرؤوفن كوهن طوض برحيم يرمت يدوبة وهو الذي كان قال لهم أحياكم ورنون ثم يميتكم رفتي ورأيهم ثم يحييكم رفتي ورنتيهم كدكم ما يته عندك إن الإنسان عندنا نهدول كفور والله كودلولو لكل أمة ونندك لمفت جعلنا من ودنيب من سكن لاول هم كم ناسكوه انغول بريواتا بجوغيتو فلا ينازعنك وتبقون دير إمادة في الأمر في آكده وادعوا ندعو الى ربك فارك يوم ما انك ان لا اله الا هو نيدو بيوال مستقيم نيبونغول وان جادلوك استيلك دي بينجيما فقليت بالله قال اعلم بري ان دبي ما تعملون كون دونغول دكو الله الله يحكم ونياو بينكم حقنا يوم القيامه ناند دارغال فيما كنتم فيكم كلات دون في مودون تختلفون الى لوتو ندا الم تعلم اكا ان الله وان الله يعلمهم عندي ما في سمات كونكون ككمولي والأرض كليدي إن ذلك أندردون في كتاب هنا كندر دفتر إن ذلك أندردون على الله كالله يسيرون كنواني دمو ويعبدون إبيروا من دون الله كهو تعالى ما لم ينزل به كونكال جبنا نالي مودون سلطانا دليل وما ليس لهم إكونكتا تعالى نعب به مودون علم غندل وما للظالمين على ناتو نعب من نصير إمرده والله وإذا تتلى سجنغام عليهم إدوما بآياتنا آية جامن بيينات بانجناد تعرف أن في وجوه الذين اندرغيك من كفر يدب المنكر أن يقول دينك يكادون تابع بيستهون أن دبي ويبطو بالذين بي يتلون عليهم وم بجنغد إدوما بآياتنا آية جامن هرب فعلا كفا دبي وراء إتدون قلوا يأفا أنبئكم يوم أجامهم بتاون بشرن كبري بوند من داركم دي دون دومون انار كون غييته وعد الله الله فودينغ الذين بين كفروا يدبه وبئس المصير غبني رتورد وايلته يا ايها الناس كونوا يم بدوري با وداما مثل المثال ام فاستمعوا له هديتنغال ام فو ان الذين عندنا دين سنموجت دون دي وند رويد من دون الله كهوتا الله لا يخلقوا دين تغا ذبابا هايكونغيل ولو اجتمعوا له هايسيدي هاوتون دي في تغول كيونغيل دي واواتا وان يسلبهم هايستيوني جاتي دي كدي الذباب كيونغيل شيئا قطن لا يستنقذوه دي واواتا جاتو تدو منه مودي كيونغيل مودي ضعف الطالب لؤي دأودو والمطلوب يدأبرادو ما قدر الله بير والي الله بير موني نالي الله حق قدرينو هانا موني نريدنو إن الله أنينو ألا لقبي كودلنو دو عزيزون كوتي دولا الله الله يستفيوني مصبو من الملائكة مرد ملائكة برسول النلاد وان جبريل عليه السلام ومن الناس مرد كيم بكدي مصبو وان نلاد محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عندنا الله سميع كوننا وبصير كوجيوه يعلم ما عندما بين أيديهم كون كونتري يسمعب وما خلفهم يكون كونتري ومعب وإلى الله كفارك الله ترجع الأمور ونلطر فيها كوجيني يا أيها الذين كونوا يبي آمنوا قم دين بي إركعوا رؤية وادوا ركوا واسجدوا وادوا سجود بمعنى جولة وعبدوا ربكم ريون جوم وفعلوا الخير قل لكم وإناني لعلكم نقصنوا تفلحون أم النويت وجاهدوا تنو في الله في الله حق جهادين هانا تنو ريدنو هو جتباكم وكان قال الله نكو سبيون وما جعل عليكم ودارك دي دومو في الدين اندركا دين من حرج إمر دي بيتين ديوه millata bikum hino kado dina baba modon ibrahim annabi ibrahim ko labaka huwa ko kanko allah sammakum woni ko wi on almuslimina julbe min qabiloko adi wa fi hada enderde alqur'ana re do kadi ko kanko wi on julbe de do kadi li yakuna rasulu fi on la do lato shaydan sede alaykum edomo wa takunu onon kadi wono shoda asedi to tobe alanna sedo jama'i be diti ben fa gemo salata ni be julde ne watu zakata ton zakka jawle modon ne
واعتصموا جوجي تطم بالله كالله هو مولاكم وكنكم نجد منهم فنعم